طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. نرحب بالسادة الحضور جميعا. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن جزئية جديدة في برنامجكم المعلم المحترف، وهي جزئية أتمنى في عالمنا العربي إن احنا نطبقها للمعلم كمعلم محترف. وهنتكلم النهاردة إن شاء الله عن مستحدثات تكنولوجيا التعليم. يعني ايه الكلام ده؟ في السنوات القليلة اللي هي الماضية كان في طفرة كبيرة جدا في ظهور اللي هي المستحدثات التكنولوجية كلها اللي هي مرتبطة بالتعليم. أثرت طبعا كل التغيرات التكنولوجية الحديثة بالموقف التعليمي. أصبح النهاردة لابد كمان إن هو يتغير دور المعلم من المعلم التقليدي، لا لازم المعلم النهاردة يكون طبعا من ناقل المعرفة إلى مسهل. احنا عايزين النهاردة المعلم يكون مسهل لعملية التعلم، يعني هو المعلم بيصمم بيئة التعلم وبيشخص كمان مستويات طلابه وبيصف لهم طبعا ايه اللي يناسبهم من المواد التعليمية ويبدأ يتابعهم، طبعا يتابع تقدمهم ويرشدهم، يكون هو مثابة الموجه ليهم. كل ده طبعا بيصب او بيحقق الاهداف المطلوبة. النهاردة بنتكلم عن تغيير دور المعلم نتيجة طبعا لإيه؟ نتيجة لظهور كل التغيرات التكنولوجية الحديثة. لم يعد طبعا المعلم ملقن طبعا سلبيا كما كان ماضيا، أصبح النهاردة بدوره لازم يكون نشط إيجابي. أصبح عملية النهاردة التعلم متمركزة حول المتعلم لا حول المعلم، المتعلم اللي هو الطالب. تعالوا نشوف الموضوع ده باستفاضة. السؤال ده بيخليني اطرح سؤال لحضراتكم جميعا، وانا شايفة ان بعضكم معلمين ومعلمات افاضل. ايه هي المستحدثات التكنولوجيا من وجهة نظر حضراتكم؟ او يعني ايه مستحدثات التكنولوجيا اللي هي مفروض المعلم ان هو يواكبها؟ تفضلا. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا التكنولوجيا اللي هي مرتبطة بمجال عملية التعليم تأثرت عناصر المنظومة كلها، منظومة التعليم النهاردة باختلاف طبعا كل مستوياتها من المراحل التعليم الأساسية ابتدائي إعدادي ثانوي حتى التعليم الجامعي. تأثر في بعض أو في العديد من الدول العربية حدثت التعليم زي طبعا الامارات، طبعا كان لها في السابق وهي من الدول الجميلة جدا. اصبح النهاردة لابد من المعلم يتغير بصورة واضحة، لان كلمة ما نيجي نعبر عن المعلم كتيتشر او مدرس مهم وجديد النهاردة ظهرت لي ان هو مش بس ملقن او ناقل للمعرفة، لا ده هو النهاردة يكون مسهل عملية التعليم لطلابه، هو اللي بيصمم بيئة التعليم وبيشخص كل مستوياته ما تناسب مع الماتيريال أو المناهج التعليمية. يعني هو يتعامل بنفسه مع المواد التعليمية اللي هي سواء كانت المقروءة أو المسموعة أو المطبوعة أو غير المطبوعة. تمام أستاذة سلمى، النهاردة دور المعلم أصبح موجه وميسر. صحيح النهاردة أما نيجي للتأثير اللي هو على المناهج، احنا قلنا طبعا عايزين نلغي موضوع الحشو المناهج للطلاب، طبعا الطالب رايح المدرسة كحامل الأسفار طبعا ده عايزين نلغيه خالص.
طرق عرض كمان المناهج وتقديمها واساليب تقويمها، كل ده عايزين نلغيه. لابد ان احنا نكسب كمان الطلاب مهارات التعلم الذاتي، النهارده نغرس فيهم حب المعرفه. تحصلها ازاي في عصر طبعا النهارده احنا بنتكلم عن الانفجار المعرفي؟ طبعا الممارسات التعليميه النهارده وخصوصا النهارده اصبحت فرديه، اللي هو التعليم الذاتي. درجه الحريه اللي انا بعطيها للطلاب حتى في مواقف التعلم زادت النهارده، بقى عنده النهارده خيارات، عنده بدائل تعليميه متاحه امامه، يتعلم ايه هو اللي بيختار بنفسه. تمام. ونيجي لتكنولوجيا التعليم والتعلم، وازاي ان احنا نوظف الانترنت كمان في تقديم المحتوى الالكتروني. النهارده مش بس اصبح التعليم كالوسائل المطبوعه فقط، وان عمليه ان الطالب بالكتاب او الملزمه او الكلام ده. تمام استاذه سلمى، مصادر المعرفه النهارده اصبحت كمان لدى المتعلم مختلف، هو كمان اللي بيحدد هيتعلم بأنهي وسيلة. صحيح. وعشان نعرف الكلام دوت لابد ان احنا نعرف يعني ايه مفهوم تكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا التعليم. عشان نعرف الكلام ده، تكنولوجيا التعليم عبارة عن مهارة او حرفة، زائد ان انا المهارة والحرفة دول لابد ان انا اعمل لهم تنمية، والتنمية ديت لازم تيجي طبعا بالعلم، يعني تنمية او علم. المهارة والحرفة او الحرفة دول هما تكنولوجيا التعليم اللي احنا باختصار شديد جدا اللي احنا عايزين نطبقها في ديوانا العربية. طب ايه هي جذور مفهوم التكنولوجيا التعليم؟ كل شيء طبعا ليه اساس. طبعا لما نيجي نعرض جذور تكنولوجيا التعليم او تطوره التاريخي في المراحل، زي مرحله اثبات اهميه النهارده الوسائل التعليميه ان هي بقت فعاليه التعلم من خلال التعليم البصري، ان انا دلوقتي بركز على انماط التعليم المختلفه، سواء بصري سواء سمعي او الاثنين معا، التعليم السمعي والبصري. مرحله مقارنه الوسائل التعليميه ديت بقت بتحدد اكثر فعاليه النهارده في المرحله ديت، تجد فيها البحوث ان هي تناول الوسائل التعليميه كمفردات، بدات تقارن استخدام الوسيلة التعليمية بينها وبين أخرى، وتبين أثر طبعا ده على عملية التعليم وإيه الفروق بين الوسيلتين دول، طبعا اللي بيحددها المعلم والطلاب معا، زي مرحلة تصميم المواقف التعليمية اللي هي الاستراكشر ديزاين، ده اللي بدأت تكنولوجيا التعليم بتصمم التعليم في المرحلة ديت. تكنولوجيا التعليم النهاردة أكثر طبعا شمولا وأكثر اتساعا في ميدان الوسائل التعليمية، أصبحت النهاردة بتحتوي على أجهزة، على معدات. تصميم التعليم النهاردة بقى يتناول مجموعة من الأنشطة، من الإجراءات اللي من خلالها يتم التصميم الجيد للبرامج ديت، بتحدد كمان أهداف الأنشطة ديت والمحتوى إيه وأساليب التقويم إيه والعلاج إيه، زي الكوميونيكيشنز اللي هي ظهور مفهوم الاتصال. الكوميونيكيشن النهارده ما بقى ادخله في مجال زي التعليم بدور كبير جدا، ان انا ببرز وبوضح مفهوم النظري كمان اكتر بتكنولوجيا التعليم. اصبح النهارده التركيز على عمليه ان انا بنقل المعلومات من مصدر المعلم الى وسيله اخرى، السكور او الريسيفر اللي هو المتعلم المستقبل، طبعا لابد ان يكون عن طريق وسيله زي الكوميونيكيشن. ظهور النهارده الفكر المنظومي طبعا ده ساعد بدرجه كبيره جدا في تغيير النظره الى تكنولوجيا التعليم ومجالها. اهلا بحضرتك استاذه امل، اشكرك.
بدأ المربين النهارده ان هم يستخدموا مصطلح المنظومه ديت، والنظره دي بقت متكامله وتأثر تأثير متبادل بالنسبه لمكونات العمليه التعليميه، من طرق، من مواد، من إداره كمان بتدخل، من أساليب تقويم. النهارده اعتبرت تكنولوجيا التعليم ان هي طريقه منهجيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي بتقوم على تطبيق المعرفه اللي هي القائمه على اسس علميه في مجالات المعرفه المختلفه، بالنسبه للتخطيط، بالنسبه للتصميم، بالنسبه كمان للانتاج وتنفيذ وتقويم وضبط كامل لكل المنظومه التعليميه. ده في ضوء ايه؟ لازم يتحدد بدون العلاقة بين تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية. نقدر نقول تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية، لا طبعا نقدر نقول يحل أحدهما محل الآخر في غياب طبعا الآخر، كل واحد ليه دور. يعني تكنولوجيا التعليم، انا مش بتكلم هنا تكنولوجيا التعليم يعني اجهزه، يعني معدات، يعني كوميونيكيشن، شبكات اتصال، او مواد تعليميه بس، لا، ده انا بتكلم عن ان هي ليست ماديات بمعنى ماديات، لا، تكنولوجيا التعليم النهارده فكر مستنير قائم على نتائج، على ابحاث علميه. التكنولوجيا النهارده بقت توظف الوسائل دي والأجهزة والمواد المتاحة في الوقت الراهن النهاردة اللي بدأ يتغلب عليه المشكلة التعليمية، عشان نقدر نحقق الأهداف المنشودة لازم نقسم تكنولوجيا التعليم أقسامها إيه؟ أقسام التكنولوجيا التعليم اللي هو التكنولوجيا التعليم كمجال، تكنولوجيا التعليم كعملية، تكنولوجيا التعليم كمهنة، تكنولوجيا التعليم كمنتج. ده اللي احنا عشان نقدر نوظفه التوظيف الأمثل. تكنولوجيا التعليم كمجال ازاي؟ بمعنى ايه؟ ان انا بعتمد على مجموعة من الأنشطة، على المكونات اللي هي الأساسية في تكنولوجيا التعليم، يعني بنظر لهم نظرة ملموسة وواقعية كمان، واقعية بمعنى قائمة على توظيف المكونات ديت بشكلها الارتباطي، ان انا بربطها ببعضها. تمام، واضح لحضراتكم؟ زي ما حضراتكم شايفين النموذج ده مكونات مجال تكنولوجيا التعليم للأجهزة، والأجهزة ديت اللي هي بتحتوي على الماتيريال او المواد التعليمية. المواد التعليمية طبعا محتاجة عناصر بشرية أو قوة بشرية. القوة البشرية محتاجة استراتيجيات، الاستراتيجيات محتاجة تقويم، والتقويم محتاج نظرية وبحث، والنظرية وبحث محتاجين تصميم، والتصميم محتاج إنتاج، والإنتاج محتاج إيه؟ أجهزة، وهكذا. في دايرة مغلقة مكونات مجال تكنولوجيا التعليم، طبعا كلهم بشكل ترابط لا غنى عن بعضهما. دي زي ما حضراتكم شايفين بعض نماذج للمستحدثات تكنولوجيا المعلومات، عفوا تكنولوجيا التعليم. عديد طبعا من النماذج ديت في مجال التكنولوجيا، سواء في مجال التكنولوجيا أو في مجال اللي هي المواد أو البرامج العلمية اللي هي المستحدثة. دي بعض اللي حضراتكم شايفينها، زي الكمبيوتر، ازاي نوظف الكمبيوتر اللي قدامي دوت للتعليم، عشان أقدر أقول النهاردة منظومة التعليم متكاملة. لابد إن أنا أواكب كل جديد. بمعنى إيه؟ أواكب كل جديد في تكنولوجيا التعليم، من أجهزة تعليمية، من برمجيات، من بيئات تعليمية، من أساليب عمل. كل ده أكيد هيصب أو هيرفع لي مستوى العملية التعليمية.
هيزيد طبعا من فعالية العملية التعليمية وكفاءتها لما أنا أبنيه على إيه؟ على أسس علمية. هنلاقي النهاردة الدراسة أما طبعا أطبقها بعروض كل الوسائط المتعددة اللي هي تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات التعليمية، تكنولوجيا مؤتمرات التعلم اللي هو عن بعد أو التعليم عن بعد، تكنولوجيا البيئة التعليمية، الأجهزة اللي هي التعليمية اللازمة للمستحدثات، ودي إن شاء الله اللي هنعرض النهاردة منها بعض الأمثلة أو النماذج حتى نصل إلى مستويات اللي هو الاتفاق أو معايير الكواليتي الجودة التعليمية اللي هي تتطلب ضرورة اتفاق إن أنا إزاي أوظف هذه المستحدثات من العملية التعليمية، لأن في الأصل هي عملية استثمار، عملية إن أنا بستثمر، دي طبعا بيظهر على المدى البعيد، تمام؟ أو عن طريق الفيديو التفاعلي زي ما حضراتكم شايفين إيه، أستخدم التلفزيون أو الفيديو، طبعا الحاجات دي كانت سابقة، النهاردة الكاميرا، كل دول اجتمعوا النهاردة في كاميرا الفيديو، إن أنا ممكن أنقل بيها المادة التعليمية. الإنترنت النهاردة شبكة الاتصالات الدولية، التعليم المفتوح، التعليم للإتقان، كل دي وسائل بعرض بيها، الإيميل، البريد الإلكتروني، الفاكس ميل أو الفاكس، كل دي وسائل أقدر إن أنا أوصل بيها الكوميونيكيشنز. الفيديو اللي هو تاسك أو اللي هو البنك الاتصال دوت، أو اللي هو اللي بيسموه المتلفز دوت، اللي هو الهاتف النقال الموبايل يعني بتسموه عندكم كده تقريبا، والتلتس أو التلكس، كل دي وسائل برضو، أو الساتلايت اللي هي الأقمار الصناعية. الجهاز العرض اللي هو فوق الرأس دوت، ده عبارة عن جهاز بعرض بيه، بيكون جهاز ضوئي بيعرض الصورة اللي هي فوق رأس المعلم وهو جالس، ممكن هو جالس أمام الطلاب بيستخدمه، يقدر إن هو كمان يواجه الدارسين بيه، يكتب يرسم يعرض طبعا ده غير البروجيكتور، تمام. دكتور نصر تفضل، مشكور. بعد المدارس الخاصة تعتمد على السيرفر الداخلي ومواد تعليمية لا مقارنة مخزنة بيتم عرضها حسب مستوى الطلاب، صحيح دكتور نصر؟ طبعا والانترناشونال بتستخدم الحاجات دي برضو. الجهاز دوت كهربائي بيعتمد على الضوء، بيبدأ يعرض المادة العلمية، بتكون طبعا مكبرة جدا على شاشة العرض، دي وسيلة. الجهاز طبعا ده ليه كذا مسمى، أما بيجي أترجمه ليه الترجمة الإنجليزية اللي هو الأوفر هيد بروجيكتور أو جهاز عرض الشفافيات، ده نسبة للوسيلة اللي هو بيعرضها، أو في بعض الدول بتسميها جهاز العرض العلوي أو الإسقاط العلوي، ده بيعرض المادة العلمية، بيكون أعلى كمان من مستوى نظر الطلاب. وفي السبورة اللي هي الضوئية بيقوم طبعا بدور مشابه جدا زي دور التباشير اللي هي السبورة التباشيرية بتاعت زمان، بتكون فيها إضاءة. وفي جهاز عرض أمامي، الصورة بتظهر على الشاشة أمام الطلاب، ودي من الوسائل الحديثة جدا أتمنى إن احنا نطبقها. مكونات الجهاز دوت عبارة عن عدسة مقعرة، وطبعا هو بيركب في الرأس، المعلم بيركبه في راسه وبيشرح عادي قدام الطلاب، والطلاب بيشوفوا الشاشة اللي هي، لأ ده غير يا أستاذة سلمى، السبورة اللي هي تفاعلية، هو يعتبر نموذج منها، ده غيره. وفي زراع، وفي عجلة للتوضيح، إن أنا ممكن مؤشر زي مؤشر كده، طبعا للضوء، بتحكم في الضوء، ومقياس للتشغيل اللي هو الباور، وتردد تيار التردد، مفتاح التشغيل، مفتاح التحكم بالإضاءة، مفتاح اللي هو لمبات الاحتياط،
ده مكونات الجهاز. الجهاز من الداخل طبعا بيبقى فيه مصباح قوي جدا للإضاءة، وده بيبقى جزء رئيسي في الجهاز، بيقوم بإرسال الضوء ده إلى اللي هي السبورة أو الشفافية، وبيبدأ تحت المصباح ده بيعكس الضوء الساقط عليه، ده طبعا بيبدأ هنا يزيد كثافة الضوء ده اللي هو المتجه للشفافية ديت، بيكون عدسة، والعدسة دي بتبدأ تجمع الضوء ده وترسله لعدسة أخرى، والعدسة ديت طبعا عدسة مجمعة ومركزة للضوء زي ما حضراتكم شايفين. دي نماذج من الجهاز، لوح من الزجاج الشفاف بيوضع عليه الشفافية المعالجة دي، أو الورق اللي هو زي البلاستيك كده، بيبقى عليه المحاضرة أو الدرس بيكتب عليه، والمعلم بيبدأ يحط الشفافيات ديت وبيتكبر الصورة وبيسقطها على المراية العكسة ديت في وضع مائل. طبعا بتكون الصورة على شاشة العرض، وهي طبعا مراية متحركة جدا وفيها مروحة للتبريد والتخفيف طبعا من هي من حدة الحرارة اللي هي المنبعثة من المصباح اللي هو الإضاءة ده. الجهاز ده طبعا من الخارج بيبقى لوح زجاجي شفاف بيوضع عليه الشفافية ديت، عبارة عن مفاتيح اللي حضراتكم شفتوها دي. الجهاز ده مميزاته جدا ان هو بيبقى فيه اعداد مسبق المادة العلمية اللي هي تستخدم من خلاله، وان هو ممكن نستخدمه بالنهار عادي حتى لو في انارة في الغرفة. طبعا من هو سهل جدا الاستخدام في التشغيل حتى في الصيانة، سعره بسيط طبعا في إنتاج المادة العلمية، وخفيف ممكن أي حد يحطه في شنطته. عملية الكتابة كمان بتبقى سهلة وبتبقى أفضل من الناحية الصحية، إن أنا ممكن أخرج المادة كمان للدراسة بشكل جيد بشكل جذاب، رسوم أشكال ألوان كل الحاجات دي. يبدأ الجهاز ده بوضعه أمام الطلبة، وبعرض الماتيريال بتاعتي على الشاشة اللي هي المقابلة للطلاب اللي أو اللي هي خلف المعلم، ووضع المعلم اللي هو المقابل للطلاب، بيزيد طبعا ده كله من تفاعل الطلاب، من المشاركة، من حضور كمان المعلم، بيبقى فيه في فرص للنقاش، وكمان الطلبة بيبقى فيه مراقبة إن أنا بتعرف على الفيدباك. المعلم هنا وقاعد بيبقى فيه فيدباك اللي هو أثناء العمل مع الطلاب، بيبقى بيشوف مدى التفاعل معه. مميزات الجهاز ده ان هو بيوفر الوقت والجهد عن طريق ان انا بعرض ملخص الدرس او المحاضرة، بيعرضها بطريقة متسلسلة جدا. في طبعا بعض الاجراء اللي هو بعض التجارب العلمية على سطح جهاز، الدائرة اللي هي الكهربائية، المجال المغناطيسي، ان هو بيحفظ المادة كمان ده اللي هي المعدة، سواء كان رسم أو كتابة، حتى لو أنا مش الورق مش موجود معايا هو الجهاز حفظها لنفس، ممكن إن أنا أستخدمه كمان الرسمة ديت أو الشرح ده كذا مرة طبعا حتى في السنوات القادمة، مش شرط إن هي عدى عليه، لأن كمان بيبقى بيعطي صورة مكبرة جدا وواضحة بتسمح لجميع الطلبة إن هم يتابعوا وإن هم يشاهدوا موضوع الدرس أو المحاضرة طبعا ده بكل يسر وسهولة جدا. في طبعا اللي هي السبورة الضوئية اللي هي كانت بتتكلم عنها أستاذ سلمى من شوية، طبعا إن أنا أستفيد من السبورة الضوئية ديت في عرض المادة العلمية، طبعا ده بحجب المعلومات الأول وبعرض اللي هي المواد طبعا المعتمة، اللي هي سواء كانت مثلا في مرحلة التشغيل اللي هي بيسموها مرحلة الابتدائية، أوراق مثلا شجر، أشكال هندسية، رسوم متحركة، أيا كانت المحاضرة اللي عندي أو الدرس اللي أنا عايزة أعرضه، وبعرض بعد كده ملخصات الموضوع اللي هو بيقوم بعد كده بيه الطلاب، سواء كانت مسائل حسابية، سواء كانت معادلات طريقة حلها ايه، كل الجهاز بيعمله، وبيشتركوا كمان في المناقشة الطلاب مع المعلم، ويبدأ الجهاز ده يعرض لي كمان الأشكال الهندسية زي النظريات اللي هي بتحتاج لشرح، يفصل لي كمان خطوة خطوة
طبعا ده شرح طرق استخدام القياس مثلا بالمسطرة اللي هي الشفافة، آليات القياس، كل ده موجود على السبورة الضوئية. زي مثلا معلم التربية الرياضية ممكن يرسم ملاعب الرياضية زي ما بنشوفهم مثلا بتوع الكورة اللي هم على القنوات مثلا الفضائية، بيعرض طبعا اللي عندهم السبورة ديت. النقاد بيبدأوا هنا يشرحوا، وطبعا الجهاز ده بيرسم لهم الملاعب بالظبط أكنهم موجودين في الملاعب، والجهاز ده طبعا بيوضح لهم أساليب اللعب، أماكن التدريب فين، وهو كل ما عليه إن هو بيحرك الكلام ده. طبعا هو عنده خبرة في التعامل مع الجهاز ده، مش أي حد هيقدر يستخدم الجهاز ده. لو جينا بصينا في مجال إدارة الأعمال حتى، جميل جدا الجهاز ده بيعرض الهيكل التنظيمي بالنسبة للمؤسسات اللي هي تجارية، وبيكتب كمان الميزانيات. بالنسبة لعرض محاضرات اللغة أو العلوم أو المواد الاجتماعية وغيرها، بالنسبة حتى للتجارب، إجراء التجارب العلمية وعرضها، زي مثلا ازاي أقول المجال المغناطيسي بيتكون من إيه مثلا، برادة حديد مثلا. الجهاز بيبدأ هنا يعرض له الصورة المظلمة الأول، وبعد كده بيجيب لي صورة تشبه برادة الحديد. الجهاز ده جميل جدا. السمارت بورد اللي هي السبورة الذكية، طبعا دي من الوسائل الجميلة الحديثة جدا، ودلوقتي شائع جدا استخدامها في كل المنظمات التعليمية المتطورة كمان. أتمنى إن طبعا يكون طبعا مشروع السمارت بورد طبعا تطوير العملية التعليمية في مجتمعنا العربي يكون موجود. يعني إيه سمارت بورد أو السبورة الذكية؟ دي عبارة عن شاشة عرض لوحة إلكترونية حساسة جدا بيضاء، يتم التعامل عندها باستخدام التاتش أو اللمس، يعني التاتش بالإيد أو فيها قلم زي قلم الحبر الرقمي أو أداة تأشير مؤشر كده. يعني بيتم توصيل السبورة ديت أو السمارت بورد بالكمبيوتر، دي اللي هو الجهاز اللي هو الداتا شو، يعني بيبدأ يعرض البيانات ايه دي. طبعا بيبقى فيه تفاعل مع تطبيقات الكمبيوتر كلها المختلفة اللي هي المخزنة اللي على الكمبيوتر، أو أي شيء لو انا متوصله بالانترنت موجود على الانترنت، حتى لو كان بشكل مباشر او حتى من بعد لو من موبايل. كل ده جميل جدا ببدا ان انا اعمله. طبعا في مسميات، كل دوله طبعا وليها مسميات. في ناس طبعا بتقول سمارت بورد يا السبوره الذكيه، في بتقول الكترونيك اي بورد يعني السبوره الالكترونيه، وفي الديجيتال بورد السبوره الرقميه، وفي الانتراكشن وايت بورد اللي هي السبوره البيضاء التفاعليه. كل طبعا بلد لها مسمى، طبعا لازم احنا نعرف الكلام دوت. ايه المتطلبات الاساسيه لتشغيلها؟ اولا المفروض يبقى عندي جهاز كمبيوتر او داتا شو، جهاز عرض البيانات، ويكون موصل بالكمبيوتر في سلك خاص طبعا للتوصيل اللي هو بين السبوره ديت وجهاز الكمبيوتر. وفي برنامج طبعا بيشغل السبورة ديت، بيتم تحميله على جهاز الكمبيوتر عشان اقدر اشغلها. في متطلبات طبعا سنوية، زي ما حضراتكم شايفين في الصورة ديت، الكاميرا، نظام صوتي، في سماعات، في مضخم صوت كمان، وفي البرينتر موجود طباعة لو انا كمان عايز اطبع حاجة وانا بشرحها. اشكرك اشكرك جزيل الشكر، اخذتم تواضعنا مستر حسان. مكونات السمارت بورد عبارة عن هاردوير اللي هو المكونات المادية للسبورة دي زي ما حضراتكم شايفينها. طبعا ده بيبقى زي المماري اللي انا بعرض عليه كل الحاجات اللي انا عايزة اخزنها، المواد التعليمية بتاعتي، حتى لو انا هقعد شهر مثلا او سنة، المحاضرات كلها بتاعت السنة دي ممكن اسجلها على السمارت بورد دوت. في السوفت وير اللي هو مكونات البرمجية اللي البرامج اللي انا بدخلها كمان عليها، بحملها برضو عشان اقدر اتعامل معاها. طبعا لها تقنية بتستخدم، ممكن اشغلها كشاشة عرض كبيرة،
بدل طبعا من الكمبيوتر، شاشة الكمبيوتر، ان انا ممكن استخدمها بالرسم واكتب عليها في برامج طبعا بيتحمل. نعم، في امكانية ان انا احول رسوم اليد دي ممكن لرسوم رقمية كمان. ممكن اتعرف على الكلمات كمان المكتوبة دي بخط اليد واحول الكلمات دي لحروف، عندها امكانية جبارة بصراحة. وان انا كمان ممكن اخزن عليها واحفظ معلومات مكتوبة عليها، كل ده متوافر على السمارت بورد، بس طبعا بشرط طبعا يكون على الكمبيوتر. وفي تعديل كمان لو انا عايزة اعدل على بعض المحاضرات او بعض الشرح طبعا، سواء انا عايزة اطبعه كمان البرينتر، كل ده موجود فيها. وان انا ممكن اربطها كمان بالانترنت لو انا عايزة اتصفح الانترنت حتى من خلالها، او انقل حتى ما يتم ده، لو انا في نفس الوقت الناس اخرين ممكن عن طريق الموبايل. طبعا كل ده متوفر، عندها امكانيات رهيبة. مميزاتها طبعا ان هي بتوفر للدكتور او المحاضر او المعلم اللي هو بيحتاجه ان هو يكتبه على السبورة، بتوفر له الوقت، الطالب كمان اللي هو المتعلم اللي هو بيحتاجه النقل ما يكتبه المعلم على السبورة، بدل ما هو يفضل كمان يكتب، لا بقى دلوقتي في حاجات جميلة جدا. البرنامج ده ممكن لو هو معاه مثلا تابلت، معاه موبايل، معاه اللي هو يسموه ايه، اللي هو الكمبيوتر اللوحي دوت او اللوحي ده، ممكن من خلال البرنامج ده على طول ابعته له زي بلوتوث كده، من غير ما هو يقعد يكتب ورا المعلم او الدكتور في المحاضرة يعني. طبعا عنده عنصر الحركة في البرامج التعليمية دي نقدر نقول عليها متعددة الوسائط. طبعا ده بيساهم في القضاء على خوف بعض الطلاب كمان من التكنولوجيا، بيوفر لي ان انا ازاي ممكن اسجل المحاضرة كاملة طبعا مع صوت المعلم. كل ده من بيعرض المواد الدراسية بطريقة كمان مشوقة، بطريقة جذابة. طبعا إمكانية استخدامها حتى عن بعد. عيوبها طبعا ده أول عيب ليها، ارتفاع طبعا ثمنها، أما باجي أشتريها لأن طبعا نقدر نقول إنتاجها قليل، استخدامها قليل برضه، يعني الاستخدام بتاعها قليل، مش أي حد بيجيبها. عشان كده نلاقي حتى الصيانة بتاعتها مرتفعة، تكاليف الصيانة مرتفعة جدا. هنا عيبها برضو اللي هي لا تخدم اللغة العربية بشكل كامل، عدم توفر اللي هي خاصية ان انا احول حتى الكتابة اليدوية العربية دي الى كتابة رقمية، لابد ان هنا لان هي جاية انجليش اساسا، الكتابة عليها انجليش، الجهاز ده طبعا حساس جدا لا يتحمل كثرة الاخطاء، مش ما ينفعش ان انا اكتب وامسح كتير، لابد من التدريب عليها، يعني اللي بيستخدمها لابد ان هو يكون خبير بيها. ده بالنسبة للسمارت بورد. ننتقل بقى للفيديو التفاعلي دوت وتاريخه او تطوره او نشأته ايه. ده ظهر اللي هو كان عبارة عن الديسك بتاع زمان اللي هو المربع ده، بدل السي دي والحاجات دي. اول ما ظهر الكمبيوتر طبعا انتشر في اسواق الولايات المتحدة الامريكية، كان سنة 78 تقريبا، وفي اوروبا كان 82. كان ليه تطبيقات طبعا بسيطة جدا ومحصورة في البداية على الأفلام المتحركة اللي هي التجارية، اللي هي ممكن يستخدمها أي حد في البيت. بعد طبعا استخدام اللي هو النظام الرقمي زاد بعد كده نقاء الصورة، طبعا بقت صافية الصورة. في سنة 82 استخدم نظام الليزر في الكمبيوتر، أدى بعد كده لظهار اللي هو عايزين طبعا مساحة الفيديو كبيرة، فالديسك ده مساحته قليلة، بقى فيه اللي هو السيدروم المدمج للديسك نفسه. وبعد طبعا ده من فايدته ان هو عنده قدرة كبيرة على تخزين المعلومات طبعا مصورة. ظهرت بعد كده اللي هي الكود واحد، اللي هي الاسطوانات المدمجة التفاعلية اللي هي كود وان. ده زي ما حضراتكم شايفين في النموذج في الصورة اللي قدام حضراتكم، مكونات الفيديو التفاعلي من السبورة أو شاشة العرض. في قلم هنا طبعا بيشرح بيه الدكتور أو المعلم أو المحاضر، بيكتب عليه طبعا المحاضرة بتاعته كلها، بيتسجل هنا على الشاشة. في ريموت طبعا الواي ريموت،
وبعد كده طبعا بينتقل طبعا هنا عن طريق البلوتوث من الكمبيوتر للجهاز دوت اللي هو القلم الضوئي. تمام استاذ دكتور نصر. بيعرض بعد كده طبعا جهاز الكمبيوتر بنقل بعد كده دايركت للسبوره الكل طبعا اللي انا عايزه اقوله في اللي هو البروجيكتور عن طريق البروجيكتور بقى. المكونات دوت عبارة عن أجهزة تعليمية في إدارة معلومات في برامج طبعا الفيديو التفاعلي. طب ايه الفرق هنا عندنا بين الفيديو التفاعلي والوسائط المتعددة؟ ايه الفرق؟ طبعا بيختلف الفيديو التفاعلي عن الوسائط، ان الوسائط المتعددة دي من خلالها ممكن انا بعرض صوت وصورة، هقدر اشاهد الفيديو بالنسبة للرسوم او الصوت. طبعا كل ده على الشاشة مرة واحدة، بعرضه مرة واحدة، بينتقل بعد كده المتعلم او الطالب ذهنيا بين الوسائط دي. لكن الفيديو التفاعلي بيقوم على عرض لقطة الفيديو ديت، بيبقى مجزأ لشاشة طبعا بتكون مستقلة جدا، والعرض ده بيعتمد على نظام اللي هي الشاشات المتعددة، بيعرض العناصر اللي هي المختلفة طبعا، ده بالإضافة إن أنا بستخدم الكمبيوتر. بيتيح طبعا الفرصة هنا إن أنا التفاعل اللي هو بيمنح الطالب إن هو يقدر يتحكم، التعلم كمان سرعته الذاتية إن أنا ممكن يبطأ يسرع حسب إيه إدراكه هو أو حسب هنا استعيابه للمادة دي بالطرق اللي هي طبعا تناسبه. عليه يمكن القول هنا إن الفيديو التفاعلي هو برنامج فيديو مقسم إلى أجزاء صغيرة جدا، والأجزاء ديت بتتألف طبعا من حكات متتابعة أو أطر ثابتة عليها أسئلة عليها قوائم، بتكون استجابات الطالب أو المتعلم عن طريق الكمبيوتر بيبقى محدد طبعا لعدد التتابع اللي هو بيشاهدها للفيديو ده. طبعا بيتأثر بشكل وطبيعة العرض. في بقى البرمجيات الكتب الإلكترونية، طبعا نقدر نقول متعة القراءة إن أنا أسمع نمسك الورق الكتاب العادي وأقراه، دي متعة ملهاش طبعا وصف. لكن طبعا الكتب الجيل اللي طالع ده كله طبعا طلع على الكتب الإلكترونية. طبعا البرمجيات دي مخصصة لقراءة الكتب الإلكترونية زي اللي هو معروف منتشر طبعا بكثرة، مخصص ممكن بصيغة معينة زي البي دي اف مثلا أو الوورد. البرمجيات اللي هي المتصفحات سواء كانت اللي هو الفايرفوكس أو الإنترنت وغيرها، طبعا أيضا إن هو بيقدر يقرأ لي الكتب بصياغة هاتميل أو برنامج اللي هو أكروبات ريد دوت بيقرأ الملفات. طبعا الكتب طبعا اللي هي بصياغة البي دي اف ديت طبعا بتكون مدمجة في نظام الويندوز. في طبعا صيغ غير معروفة ولكنها بدأت تشتهر زي الديفاي اللي هي بتظهر على السطح زي صياغة، طبعا دي بتبقى قدرتها كبيرة جدا، بتقلل حجم اللي هو الكتب اللي بيقولوا عليها الكتب المضغوطة اللي هي الممسوحة بالمسح الضوئي وخزنت على طبعا هيئة صور، ده الحاجة الحديثة. طبعا نيجي لموضوع مهم جدا ونقف عنده شوية، الفصول والمعامل الافتراضية. الفصول والمعامل الافتراضية إن دلوقتي ممكن طبعا اللي احنا بنقول عليه الواقع الافتراضي، ده برنامج حاسوبي بيشترك فيه طبعا كل حواس الإنسان بخبرته، طبعا شبيه لحد ما اللي احنا المحاضرة اللي احنا فيها دلوقتي. طبعا إن أنا التقنية بيتم توصيل كل الملحقات بالكمبيوتر زي السماعات زي النظارات اللي هي 3D الأبعاد الثلاثة، ده ممكن يمكن الإنسان بصورة اللي هو
يشوف الحاجات دي بصورة مجسمات اللي هو 3D، طول العرض العمق اللمس، من خلال حتى في قفازات للموضوع ده، من خلال السمع كل ما يدور في البرنامج ده من التفاعل، وكأنه واقع محسوس تماما. طبعا مجالات استخدامه في التعليم، ان انا ممكن استخدمه في التعليم لكن يحتاج لتدريب قبلي طبعا، زي الهندسة، زي طبعا بيستخدموه دلوقتي في التدريب العسكري بجميع انواعه طبعا. طبعا بيشمل دلوقتي الغزو الفضاء العلمي، الطيران، بيستخدمه امريكا اللي هي البحرية الامريكية، وزارة الدفاع الجو الامريكي بشكل كبير جدا، وما زالت لحد دلوقتي بيستطيع المتدرب ان هو يعيش معركة فعلا افتراضية، او ان هو طيران افتراضي. وطبعا لكن في طبعا من مميزاته ان هو بيدرب الطيار او المقاتل اللي هو ممكن اللي يتعرض له من مشاكل، بيستطيع طبعا تلافيها، ويتعلم الكثير من الخبرات على المعامل ديت او الواقع الافتراضي ده، دون طبعا ان هو يتعرض لخسائر فعلا حقيقية. وفي ساتلايت اللي هو ابتدوا يستخدموه دلوقتي، طبعا ده كواليتي بتاعته عالية، اللي هي الإذاعة المسموعة في نقل المعلومات، وليها طبعا بيانات ووثائق، وممكن ان انا استخدمه واعمل مؤتمرات كمان عن بعد، وبث تلفزيوني مباشر من بلد لاخرى. المنظمات اللي هي الخبيرة طبعا ديت، بيبقى في برامج طبعا كبيرة جدا ذكية، بتوظف طبعا في المعرفة وكده، تحللي اي مشكلة صعبة لا يستطيع حلها طبعا الا الخبراء المتخصصين في المجال ده. لكن المعامل او الفصول الافتراضية طبعا ديت بتوفر للمعلمين والمتعلمين امكانية الاتصال بالصوت فقط مثلا، او بالصوت والصورة زي الموضوع المحاضرة اللي احنا فيه ده، او بطريقة مثلا متزامنة شبيهة لحد بعيد بالحقيقة. في نفس الوقت طبعا رغم ان عدم تواجدهم جغرافيا طبعا في مكان واحد، زي ما شايفين حضراتكم طبعا، اكيد كلكم طبعا كل واحد في بلده، مع ذلك اكننا في مكان واحد. استخدام الفصول الافتراضية دي او التفاعلية في التعليم الالكتروني طبعا ده من الوسائل الرئيسية جدا، من استخدمه في تقديم المحاضرات زي اللي احنا بنعملها دلوقتي. ممكن استخدمه طبعا قلنا الكمبيوتر، تكنولوجيا الوثائق، الفيديو التفاعلي، الانترنت او الفاكس ميل، الايميل، الهاتف النقال. ممكن استخدمه في التعليم المفتوح، ممكن استخدمه في التعليم الالكتروني. طبعا نظم التعليم الشخصي او الذاتي كتير طبعا استخداماته كتير طبعا، ده بيقلل لي من المشاكل السلوكية الموجودة في الصف. طبعا بيزيد طبعا من التفاعل الفردي، وبيقلل من عامل الرهبة من التجريب ان انا اجرب، وبينم عنده الطلاب حب الاستطلاع والابتكار والعمل الجماعي كمان. ودي المعامل الافتراضية اللي بنتمنى طبعا في جماعات بتعمل الموضوع دوت، نتمنى ان احنا نطبقها كمان في المدارس. المعامل ديت من مميزاتها طبعا توظيف نقدر نقول مصغر، بيتم بتجربة مثلا فكرة او منتج او برنامج او برمجة على مستوى مصغر، وبعد كده بعممه من خلال ان بوفر بيئة تعليمية. طبعا ده بيدعم استقلالية المتعلم، بيساهم طبعا ان هو للطلبة ان هم يتقنوا المهارات اللي هي ممكن تساعدهم على كيفية الوصول او الحصول على المعلومات دي من مصادرها طبعا المختلفة. لكن هنا زي ما كل شيء ليه مميزات، لكن هنا في قصور. في قصور في ايه؟ ان ضرورة ان يكون المعلم على قدر كبير جدا من المعرفة، ان هو يعرف يتعامل مع الحاجات التكنولوجية ديت، يقدر يتعامل مع الفصول الافتراضية، الطلبة كمان يتعاملوا من خلالها. ضرورة كمان ان يكون الطالب عنده قدرة على استخدام الكمبيوتر، ان هي يكون عنده شبكة انترنت، محتوى تعليمي لابد ان يكون متوفر له مناسب للنشر على المواقع باللغة اللي هو بيستوعبها الطلاب. ضرورة كمان وجود نظام إدارة ومتابعة بالنسبة للنظام
الفصول اللي هي الافتراضية دي أو الكسور. ضروري إن يكون كمان وضع برامج تجريبية، سواء البرامج دي للمعلمين للطلبة، كيفية التعامل مع هذه الفصول، بيدرب المعلمين على اكتساب اللي هي المهارات باستخدام الكمبيوتر، بينشأ نظام كمان إداري، الإدارة كمان في وزارة التربية والتعليم إن هي تتابع الفصول ديت. ده أوجه الكسور. طبعا في مواصفات لكل التكنولوجيا الحديثة، لابد إن يكون في تنوع، في التكامل، في مرونة كمان إن هو يكون قابل للتغيير والتعديل. طبعا ليس نظام زي ما بيقولوا جامد، الإتاحة إن أنا أتيحها لجميع الطلاب وليس الحصول عليه بالأمر طبعا الصعب طبعا دلوقتي ممكن الدولة توفره. المشاركة بحيث يستطيع كمان المعلم إن هو يشارك، يبدأ الرأي من شيء اللي هو لا يعجبه حتى موجود حتى على الإنترنت. ممكن في استقلالية بحيث إنه يكون هو مستقل كمان من المعلومات. الدقة والسلامة العلمية طبعا إن هو يكون بعيد أو كل ما هو غير صحيح، وطبعا يتحرى اللي هو الأمانة، بنسميه الأمانة العلمية اللي هي الحقوق الفكرية. ده طبعا ملخص محاضرتنا النهاردة، أتمنى إن حضراتكم طبعا تكونوا استفدتوا جميعا. وده تكليفي النهاردة، أتمنى كمان إن حضراتكم تطبقوه مع الطلبة، ما يبقاش إن هي دراسة نظرية، لا يبقى تطبيق. جميل جدا إن الواحد يتعلم حاجة ويطبقها فعلا على أرض الواقع، وبكده إن إحنا كلنا نرتقي إن شاء الله. تمام. طبعا في نهاية هذا اللقاء سعدت بحضراتكم جدا، وأرجو أن أكون قدمت لكم ما ينفعكم، ولا تنسونا طبعا من صالح دعائكم. شكرا لاستماعكم، ورحب طبعا بالأسئلة. في نهاية هذا اللقاء، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.